هاي ذير، النهاردة أنا حابة أتكلم عن كلمة أنا كتير كنت بسمعها غلط، ولكن آن الأوان إن إحنا ننطقها صح ونعود ولادنا عليها. الكلمة دي شايفينها؟ بسمعها دايما بتقولوا grand parents. لأ، الصح بتاعها grand parents. الصح بتاعها grand parents. Again grand parents. نفس الفكرة لما نقول grand children اللي هم الأحفاد. grand children. grand children. دي كانت الكلمة اللي كنت حابة النهاردة أصححها معاكم، وإن شاء الله نتعود مع بعض. هقول لكم الكلمة الغلط والنطق بتاعها الصح إيه. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.